ما زلنا في أجواء ام بي سي أكاديمي ليومها الثاني، والآن طبعا معنا الفنانة الجميلة الشابة زارة البلوشي. يعطيك العافية وحياك الله معنا. أهلين، هلا والله. زارة، أنت اليوم مشاركتك في ام بي سي أكاديمي في اليوم الثاني في تبوك، يعني أنا كنت شايفة أنك أنت متحمسة كثير ومركزة لدرجة أنك مو قاعدة تلتفتين لا يمين ولا يسار، تركيز تام على كل المشاركين على الستيج. كيف شفتي مشاركتهم اليوم؟ انت قلتيها كنت مركزه، فكانت المشاركات مره مميزه، كل مشاركه كانت تجي، يعني انا توقعت انه بيكون في 50% اوكي، وفي طلعوا كلهم بصراحه اوكي، وانا كنت قاعده اقول انا بفوزهم كلهم، انا بكلهم بقول لهم اوكي اوكي واعطيهم درجه ممتاز، بس يعني الامانه فعلا هم كانوا فعلا ممتازين. المشاركات صراحه ابهرتنا، وخاصه في تبوك تميزوا بالصوت، في الغناء، في اداء الغنائي والصوت صراحه. الحين اللجنه محتاره تقول مين ناخذ، مين ولا مين. طيب زارة، تشوفين اللي تفوقوا يعني هل فريق التمثيل ولا فريق الغناء ولا الاخراج؟ بتشوفين الطاغي من المشاركين هنا؟ صراحه انا شفت الاكثر الغناء والتمثيل موهوبين صراحه، يعني احسن من غيره، بس يعني كانت في مشاركات يعني نقدر نشوفها غير التمثيل والغناء، كانت برضو في مشاركات مميزه. طيب اخيرا عشان ما نعطلك، ايش تنصحيهم؟ أنصحهم أهم شيء هذا الحضور المسرحي، يعني صحيح ممكن واحد يكون موهوب يكون مرتبك، فالحضور في المسرح أكثر شيء يجذبنا إحنا صراحة، يعني أنا كفنانة كمخرج يشوف ثقته في المسرح كيف، فأنا أقول لهم أهم شيء لما تجون تو يلا واثقين من نفسكم واطلعوا فوق وقدموا أفضل ما عندكم. يعطيك العافية.